السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا النهارده في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه الرز البسمتي الاصفر اللي بالكركم. هيعجبكم جدا وطريقه رائعه رائعه رائعه، احلى كتير قوي من الرز اللي بيبقى في المطاعم. اول حاجه هنحط الحله على النار، اول ما تسخن شويه هنحط معلقتين زبده، وزي ما احنا شايفين كده جي بصله مبشوره، بصله صغيره جدا. انا عامله هنا كوبايتين رز بسمتي، جايبه حط عليهم بصله صغيره خالص مبشوره، وبعدين بنحط عليها ورق لوري وعود قرفه وفص حبهين، ونبتدي بقى نحمر البصله شويه شويه، يعني انا مش عايزاها محمره جامد يعني، بس شويه. اول ما تبتدي تاخد لون معانا هنحط الرز. طبعا الرز في الوقت ده بيكون مغسول ومتصفي كويس. بدأ التلون معانا شويه، طبعا الريحه في الوقت ده بتبقى حلوه جدا، ريحه بقى الورق اللوري مع الحبهان والقرفه بتطلع ريحه جميله جدا. ببتدي بقى احط الرز المغسول ومتصفي. الرز هنا انا عايزاه احمره شويه، احمره شويه مع البصله. الطريقه دي كده لما الرز بيتحمر شويه مش بيبقى معجن ولا اي حاجه، بيبقى حلو جدا. هتجربوه ان شاء الله وتقولوا لي رايكم. هو بدا يتماسك شويه، يعني في حبات منه اتلونت، بقت فاتحه شويه زي ما شايفين. شايفين اللون بقى ازاي؟ كده تمام. هبتدي احط الميه. هنا انا عامله معلقتين كوبايتين، اسفه، كوبايتين رز، بحط عليهم 4 كوبايات ميه. دلوقتي هحط معلقة كركم صغيرة علشان يدي اللون اللي احنا عايزينه. وبعدين هحط الملح، بحط معلقتين ملح لكل كوباية رز، معلقة ملح صغيرة. وبتجي بقى اقلب مع بعض علشان الرز ياخد اللون بتاع الكركم، وادوب الملح كويس. اللون كده جميل، بس انا حابه كمان اخليه على اورنج شويه، فهحط له نص معلقه بابريكا وبقلب برضو عشان تختلط بالالوان، يختلط الرز بالالوان كويس. بخلطهم كويس وبعدين بسيبهم بقى علشان الميه بتاعتهم تغلي. بدأ يشرب المية شوية. طبعا طريقة سواه زي طريقة سوا الرز العادي، بتسيبيه على النار شوية لحد ما يشرب المية، وبعدين تهدي النار خالص عليه وتغطيه وتسيبيه يستوي.
كده شرب المية، برضو هقلب شوية كمان. ريحته جميلة جدا. حلو قوي لما بيتقدم مع الفراخ المشوية او محمرة او مع صينية بطاطس مثلا بالفراخ، هو بيبقى حلو قوي مع لما بيتقدم مع فراخ عامة. كده بقى انا هديت النار واغطيه واسيبه بقى ايه يستوي. بعد تقريبا كده تلت ساعة خلاص لقيته شرب المية وبقى كويس استوى اهو، بقى مفلفل مش معجن خالص بالشكل ده. ريحته كمان جميلة جدا وشكله مشهي جدا جدا. هبتدي بقى اغرف في الطبق. ادي الشكل وادي الالوان زي ما شايفين. في بقى طبعا زي ما بناكله بره بيبقى بتلاقي رز لونه احمر شويه او لونه اورنج غامق كده شويه، هما بيبقوا حاطين له الوان طعام. ممكن تعمليه بيبي الوان عادي وبتخفيها بشويه ميه وبتنقطي يدوب كده خفيف جدا بعد ما بيستوي خالص، بتحطي كده عليه علشان يلون لك حبه بس من الرز، مش كله يبقى لون يعني ما يتلونش كله احمر، لا انت بتحطي شويه وبتسيبيهم، بتنقطي كده في الحله وبتسيبيهم وتغطي عليهم وتسيبيهم شويه كتير، وبعدين لما تيجي بقى تقلبي بعد كده مش بيختلط باي حاجه تانية، خلاص بيبقى الرز اخد لون اخد لون، بتلاقي حبايه اورنج وحبايه اصفر. ادي بقى الشكل النهائي للطبق. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتجربوه وتقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك، واللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه. مع السلامه.